دلوقتي عندنا خبر عن إجراءات أخرى اتخذتها مصلحة الضرائب المصرية للتيسير على الممولين. التيسير ده علشان نتجنب التكدس، الزحمة جوه المأموريات. من الإجراءات دي مد فترة تلقي الإقرار الضريبي للممولين من الأشخاص الطبيعيين لحد 16 إبريل اللي جاي، وكمان السماح بتلقي وتقديم الإقرار بشكل مختلف إلكترونيا للممولين من الأشخاص الطبيعيين بدون أي رسوم إلكترونيا. ده طبعا بيفيدنا جدا في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي، بنبعد عن التجمعات، عن الزحمة، عن المشاكل. علشان كده عايزين ناخد فكرة أوسع عن عملية التيسير اللي بتتم في الإقرار الضريبي. برحب بالأستاذ سعيد فؤاد رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الضرائب معنا على التليفون. أهلا يا أستاذ سعيد. اهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين، اهلا بيك استاذ. استثمر الوقت مع حضرتك يا فندم. التيسيرات اللي مقدمه وبتقوم بها المصلحه للممولين اثناء موسم تقديم الاقرارات الضريبيه، خاصه في ظل الظروف والاوضاع الراهنه اللي احنا بنعيشها. في الحقيقه مصلحه الضرايب وزاره بقياده رئيس مصلحه وزاره الماليه مع الوزير كان مركز جدا من بدايه الازمه في مجموعة من الإجراءات اللي اتخذتها مصلحة الضرائب، أهمها تخفيف الزحام في جميع مواقع استلام الإقرارات. وسعنا الأماكن اللي ممكن نستلم فيها الإقرارات. أصبح النهاردة الإقرار ممكن أستلم الإقرار في المأمورية، ممكن أستلمه في الغرف التجارية، ممكن أستلمه في اتحاد الصناعة، في مجموعة من الأماكن المختلفة. والأهم من كده أن أتحنا الإقرار الإلكتروني عشان الممول ما ينزلش من بيته أو ما ينزلش من مكتبه، يقدم الإقرار وهو قاعد في مكتبه دون أي مصاريف أو أعباء إضافية على الممول. قللنا أعداد الموظفين اللي موجودين، الناس اللي بتسافر من خارج القاهرة أو من خارج المحافظة اللي بيشتغل فيها بياخد الفترة دي أجازة إجبارية مدفوعة الأجر. الباقي القوى اللي موجودة بنشتغل بأقل قوة ممكنة. ده أثر يا فندم على التعاملات؟ الحمد لله ما أثرش على التعاملات بقدر ما احنا جهزنا الأماكن المناسبة الصحية البيئية اللي تقدر تخلي الممول والمأمور في حالة صحية مطمئنة بإذن الله. عملنا تعقيم لكافة المواقع الإدارية بتاعتنا، مأموريات ومكاتب استلام إقرارات، بقدر الإمكان عشان نقلل حتة إن ممكن تحصل أزمة لا قدر الله في أي مكان. لو حتة الدفع الإلكتروني النهاردة جميع الممولين يقدر يسدد الضريبة بتاعته من خلال المنظومة الإلكترونية، من خلال الفيزا لو معاه فيزا، من خلال البنك لو رايح البنك. كمان معالي الوزير إدى فرصة إن ممكن نستلم شيك، يقدم شيك، بلاش يروح يقف في الزحمة، بلاش يروح للبنك، بلاش يروح في أي مكان، لا تعالى قدم لي شيك دون أي مصروفات إدارية. طب لو عنده شكوى، ما هو التعامل الإلكتروني ده برضو لازم يكون في نصيب للشكوى أو الاستفسار. في شكوى، إذا كان في شكوى أو في استفسار يبقى أنا عندي في مركز الاتصال التابع لمصلحة الضرائب ورقمه 16395، وده شغال من الساعة 9 صباحا للساعة 3 نظرا لظروف الحالية، انما فيما عدا ذلك كان بيبقى شغال 12 ساعة في اليوم. ممكن نستفسر عن كيفية تقديم الإقرار إلكترونيا، ممكن نستفسر عن كيفية ملء الإقرار، كيفية التسجيل. في نخبة ممتازة من الموجود، لا ده انا هقول لحضرتك كمان، في موقع على اليوتيوب بيعلم الممول او المحاسب ازاي تعمل اقرار الكتروني، ازاي تملى الاقرار، ازاي تسجل نفسك على المنظومه، بحيث ان انا ما اخليهوش حتى يبقى عنده قصور في اي حته في اي موقع الان من اي يعني نقطه بينفذها عشان يقدم الاقرار بصوره سليمه وبصوره صحيحه، نقدر ان احنا نكون خففنا الزحام عنه. لا، وزي ما حضرتك قلتي ان ميعاد تقديم الاقرار كان 31، نهايته 31/3 بالنسبه للاشخاص الطبيعيه، برضه عشان نقلل الزحام خليناها ل 16. معالي رئيس المصلحه قدم 16/4 مبادره كويسه ان احنا نخليها ل 16 ابريل دون اي مقابل تاخير او غرامات. كويس جدا، شكرا استاذ سعيد فؤاد رئيس الاداره المركزيه بمصلحه الضرائب، شكرا على التوضيح يا فندم.